احنا موجودين لخدمتهم، احنا موجودين من اجل ان نكافح معهم هذا الوباء اللي اعتقد انه يعني راح يكون له اثار وخيمه اذا تفشى في اوساط الشعب الفلسطيني. ان شاء الله ما بيصلنا هذا الوباء، ان شاء الله كل ابناء شعبنا اينما كانوا يكونوا بعيدين عن هذا الوباء، وبالتالي كل الاجراءات اللي يتم اتخاذها العلاقه بحرصنا على ابناء شعبنا، بحرصنا على صحتهم وعلى سلامتهم، واجراءاتنا يجب ان يتم تنفيذها يعني في اطار وحده موقف شعبي ورسمي. نعم. الاجهزه الامنيه موجوده لخدمتهم، كل مكونات العمل الصحي اللي موجوده سواء على الصعيد الحكومي او الاهلي او القطاع الخاص جميعها ايضا مسخره لخدمتهم ولخدمه راحتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.